الشخص اللي الشخص اللي بيحاول يتشافى عشان بيبدأ يفكر فيكوا بطاقة إيجابية بطريقة صحيحة. فالشخص ده حاليا في طاقة الشفاء وطاقة التوازن، وهو فعلا هلأ هو بطاقة التوازن، ولأنه بسبب انه صار انفصال بيناتكو، صار جمود في العلاقة وتباعدتوا عن بعض، انفصلتوا عن بعض، وشافك انك انت بتحب انه تشاهد الاخرين من بعيد بصمت، وهو قرر يعمل نفسك لكن انه يكون هو في شفاء، انه متشافي، مش انه هو مثلا بده يربك وهو بيشتاق لك اللي يتعب اكتر، لا هو بده يشتاق لك لكن يكون هو متشافي تماما من الالام. يعني لما يشوفك يشوفك بحب، مش يشوفك باشتياق ممزق، يعني يكون عمال بيبكي او عماله مثلا تعبان ومش قادر يبعد عنك وبنفس الوقت مش قادر يقرب منك. هو بده يشتاق لكم او بده يراقبكم، لكن يكون هو منضبط المشاعر متشافي، وكمان هو بده يحقق هاي الامنيه، لكن دي يحققها وهو يعني بعقل الواعي، يكون عقلاني اكتر، يعني الوعي عنده يحس فيه يدركه، مش انه مثلا يجيك هو مبسوط فرحان يعطيك قرار بعدين يحكي لك لا ما انا كنت مبسوط فرحان عشان هيك اعطيتك قرار انه نرتبط. فهو لا، هو بده يكون واعي لكل خطوة هو يعملها اتجاهكم، وهو شايف انه العلاقة هاي محتاجة شفاء. هو الشخص هذا شايف انه انتوا لازم تبعدوا عن بعض عشان تقدروا تقرروا انتوا شو لبعض او شو مصير العلاقة. طيب هو شو مشاعره من ناحيتك؟ حكيت لك هو حاسس انه انت الايجو عندك عالي وانك بطيء جدا، وانه انت شخص مستقر، احتمال انت تكون شخص متزوج او مستقر في علاقة اخرى، لهيك هو يمكن زعلان وعنده قلق وندم انه يمكن شافك انك انت استقريت او تزوجت او استقريت اقل شيء نفسيا. احتمال البعض ممكن تكونوا انتوا في زواج او هو في زواج، احتمال هو الشخص متزوج او انت متزوج. فهو ليش حس انه هو شعر انك انت الكينج اوف مونت بسبب التو اوف سورد؟ هو شافك انك انت غلقت الموضوع بالكامل، انهيت نهائيا، وشايفك انه انت جامد في القرارات. يعني لما انت تاخذ قرار تاخذ قرار قطعي، يعني انا اخذت قرار البلوك خلاص، اخذت قرار البلوك وما برجع فيه. ومعرف هو برج التور انه عنيد جدا، لما ياخذ قرار صعب نفهم عليه اذا هو لسه مشاعره لسه ناحيتك صادقة. يعني الشخص اي شخص بتساعد بكون بعلاقة مع برج التور بتساعد هل هو صادق هل هو مش صادق، لانه هو برج التور معروف انه ما بيعطي ولا اي حركة للامام او اي امل، بصيص امل بعطي. شو شافك هيك انت مش معطي ولا بصيص امل للعلاقة، وشافك انك انت استقريت نفسيا لما انت اخذت القرار هذا، او هو شافك شخص استقريت او مستقر. شوف بالنسبة للأبروج يا جماعة، عندي برج اللافارز اللي هو الجوزاء الدلو والأسد. الشخص اللي بده ياخذ قرار صح بده يتشافى، الشخص اللي إذا كان في علاقات فهو قاعد بخلص في العلاقات اللي هو داخل فيها وهو بده يخلص منها. هو شافك إنك أنت شخص ثابت مستقر، شخص عاقل ناضج، وهو كان شخص أناني وشخص بحب يعني بحب يكون ملفت للأنظار للجميع مش بس إلك. هو شخص شوي عنده بحب إنه مش إنه هو تاع علاقات متعددة، لكن بحب يحس بنفسه بين الأشخاص. يعني إذا هو مثلا كان بدون علاقة بحاول يدور على أي علاقة عشان يحس نفسه إنه هو موجود. فهو بحاول إنه يخلص من هذا الشيء، واحتمال يكون إنه عنده إدمان معين، إدمان علاقات، إدمان عمل،
ادمان مثلا مشروبات، سجائر، اشي زي هيك. طيب هو شايفك انك انت ناضج، هو مش ناضج، هو بحاول يوصل للنضوج اللي انت فيه. هو بيشوفك انت لما تغضب بتقطع نهائيا، انت فيش عندك مزح، يعني انت بس تحكي كلمة بترجعش فيها خلاص، فورا بتقطع. هو شايفك انك انت غضوب ومتسرع، وشايفك انك انت شخص عندك كبرياء عالي، انت بتقدرش تسيطر على كبريائك، كبريائك هو اللي بيسيطر عليك، هو بيمنعك انك انت تظهر مشاعرك، فبتضل قاعد مكانك وما بتعطي ولا اي خطوه لقدام، لانه هو بشوفك ان انت خلص، يعني حطيت القرار، اخذت القرار وخلصت، انت قطعت. كمان انه انت صارت مشكله بيناتكم، انت يعني حطيت له حظر او يعني بلوك، او انت مثلا اذا هو بيشتغل معك في العمل انت تركت العمل ورحت لمطرح تاني. انا بحس قراءة بحس قراءة برج الثور عميقة، عميقة جدا جدا، فيها اكتر من سيناريو، فيها اكتر من طاقة. هو شايفك انه انت زي اخذت حقك منه وانتصرت عليه، انت انتصرت على هذا الشخص، انت خليته مثلا فجأة تركت قطعت معاه، غضبت غضب وفجأة قطعت معاه، ولكن هو شايفك انك انت انتصرت عليه مش هو انتصر عليك، عشان هيك هو بحاول يتشافى، بحاول ياخد قرار صح، وهو بحاول يصير مثلك، ياخد القرار الصح بعقلانية، مش بانه مثلا شخص دنجوان، يعني بحب كل مثلا النساء حواليه، مثلا اذا كان شخص اذا رجل، واذا امرأة يعني بتحب انه كل صحباتها حواليها وكل يعني كل انه ملموم ويزقف لها، بتحس برضا النفس. فهو شايفك انه انت انتصرت عليه في هاي القاعدة، كسرتها، انه مثلا هو شخص مثلا حب يحطك جنبه لانه بس بده يفرج الناس انه انت جنبه، قلت له لا انا بقطعه وانتهى، انا مش مثلا الفرجة، او انك تنغر فيه قدام الناس. فانت كنت بدك علاقة صادقة، هو كان بده انت، يعني احساسك كان انه هو بس بده غرور، مجرد غرور، مجرد انه حصل عليك وخلص. فهو شايفك انه انت انتصرت على نفسك وانتصرت عليه وقدرت تقطع معاه، لكنه بحبك الشخص هذا، هو بحاول انه يتشافى عشانك انت، لانه هو بفكر فيك جدا، وبفكر انه اذا انت اذا هذا الشخص مرتبط، هو بفكر انه بفكر كيف يقدر يدخلك بعلاقه تانية معاه، اذا كانت هي علاقه ثلاثيه، اذا كان الشخص متزوج او اذا انت كنت متزوج، في طرف منكم متزوج، انا هيك احساسي، او اقلها في علاقه اخرى، او هذا الشخص بتحكمه العادات والتقاليد او الناس او العرف، في شيء طرف بينكم مخلي هذا الشخص انه حاول ياخذ قرارات لكن عقلانيه، يعني بعقل ناضج، مش قرار متسرع، بدوش قرار متسرع، هو بده يتباعد ويقعد مع نفسه ويقرر، بعدين يجي يقول لك انا قررت كذا وكذا وكذا. هو جاهد الشخص ناحيتك، هو عاجبك جدا، انت شايف الامنيه اللي انت بتتمناها، شايف فيه كل شيء صح. طيب هو كيف شايفك؟ هو شايفك انت انسان متوازن بين المشاعر وبين، يعني طبعا هو شايفك انه انت متوازن بين المشاعر الصح ومشاعر الطفوليه، وانت بتعرف تظهر مشاعرك الطفوليه، وامتى تظهر مشاعرك الجديه اللي هي الرومانسيه. كمان هو شايفك انه انت بتحاول تكون مسيطر على شغلتين في حياتك، اللي هم البدايه والنهايه، يعني انت بتحاول انه يكون عندك سيطره على بدايه الشيء وكيف انت تنهي، يعني بالسيطره. وشايفك انت في كبرجك الثور انت مسيطر نوعا ما، بطيء لكنك مسيطر. وشايفك ان انت مشاعرك
فياضة وأنت بتحمل مشاعر جميلة جدا وشخص يعني بتحب البداية، لكن أنت يعني من الآخر أنت بتحب تعرف النهاية، أنت بتحبش البداية. يعني النهاية بالنسبة لك، البداية بالنسبة لك هي كشكل، لكن النهاية شو؟ هو بيعرف أنك أنت متحكم بمشاعرك على فكرة، وأنت بتحبش اللعب بالمشاعر، بتحب تكون مسيطر بطرف المشاعر، وكمان أنه تكون مسيطر على نفسك، يعني على عقلك تكون متوازن. على فكرة كان يشوفك أنه أنت دائما كنت تبدأ معي في الحديث، أنت كنت دائما تبدأ معي في الحديث، بس هو كان شوي مطنش او كان عنده غرور انه انت كل مره بتجي، فهو كان كل ما انت تروح له هو يحس انه ايش غروره يعلى، فانت صرت تزيد غروره لهذا الشخص. فلما انت قررت انك تمسك مشاعرك وتوازن بين البدايه والنهايه، يعني انت بديت مع هذا الشخص، يمكن انت اللي بعت له انه انت معجب فيه او اي شيء، لكنك عرفت تنهي الموضوع. لما الاشي يتراكم عليك انت نهيت الموضوع، انت بتعرف بداية ونهاية الشيء، بتعرف تبدأ وتنهي، وانت بتحب تاخذ من النهاية ما بتحبش تاخذ من البداية. وكيف شايف شخصيتك الكوين اوف بنتكل؟ وشايفك شخص هادئ يعني زي ما شايفك هون بطل شخص صح الايجو عندك، لكن شايفك هادئ جدا 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 ومستقل بذاتك، وانه انت شخص بتحب يعني انت هو ما بتحبش تاخذ قرار الا ما توازنه، انت شخص متزن، يعني بتعرف توازن بين المشاعر وبين الحب والألفة وكل شيء، وبين انه ما حدش يستغل مشاعرك، او اذا الاشي زاد عن حده بقلب ضده. هو شايفك هيك، انه اذا هو زود معاك الحبة بتقلب كل شيء، يعني بتقلب الترابيزه على راسه من الاخر. بعدين هو شايفك انه انت بتراقبه من بعيد، وهو عارف انك انت بتراقبه، يعني انت عندي مبين في الاضاءه انك انت بتراقب هذا الشخص، مبين انت بتراقبه، عشان هيك هو بضل يتجمل يظهر لك بصوره جميله، وانت شايفه انه على مواقع التواصل انت شايفه جميل وبيحاول يعني يلفت انتباه الاخرين حواليه، يمكن انت غيران عليه وشافك انك انت غيران عليه برضه، ويشافك مستقر بذاتك ومستقر بنفسك، وكمان هو شافك انك انت بتحب عملك، وانت لما تاخد قرارك بتاخده يعني وتخليه جواك، ما بتظهر القرار الا لوقت المناسب. يعني انت على فكره بتنسحب بصمت، ما بتحكيش ان انا بدي انسحب، يعني بتطلعش انه مثلا تعاتب هذا الشخص، لا انت ما بتعاتب، انت بتاخد قرارك بقرار نفسك وبتحط كل شيء داخلك وبتسحب حالك وبتروح، لانك هادي شخص هادئ ومسالم، ويشوفك انك انت مسالم مش تعمل مشاكل، لانه هون برضه شايفك انك شخص مسالم وشخص بتحب الحب نفسه وشخص افلاطوني، يعني انت شخص بتحب الحب الافلاطوني، ولكنك انت شخص برضه مشاعرك بشوفها طفوليه، انت بتحب تكون طفولي بالاحرى، انت بتحب تكون طفولي او تتعامل كطفل، حد يعاملك كطفل، كالطفل المدلل. طب خلينا نشوفهم هو شافك ان انت وحيد، مع انه هو شافك الكينج اوف ووند والكوين.